وماتت ابنة النبي البر. نعم. رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وغرس الطهر. طيب، الآن لم يسمع في التاريخ ولم يعرف أن أحد تزوج بابنتي نبي من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام إلا عثمان، هي وعرس الطهر، ولهذا كان يلقب عثمان بذو النورين، تزوج الأولى ثم تزوج الثانية. هذا الرجل رضي الله عنه قال عنه النبي ما ضر عثمان رضي الله عنه ما فعل بعد اليوم مما صنع رضي الله عنه، جهز جئس العسرة رضي الله عنه وتستحي منه الملائكة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر. نعم. فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. نعم، فاطمة رضي الله عنها تزوجت بعلي رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل رباه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رب علي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رب علي رضي الله عنه، لأن كان أبو طالب يعني لديه أولاد كثر ولديه شيء من الحاجة والفقر، شيء يعني من قلة ذات اليد، نعم هذا الصحيح، قلة ذات اليد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تولى تربية علي رضي الله عنه. نعم وأرضاه.